وفي الداخل الإيراني، يواصل الإيرانيون انتفاضاتهم ضد نظام الولي الفقيه عبر تنظيم جملة من المظاهرات في عدد من المدن الإيرانية احتجاجا على سياسات النظام. وقد وثقت وسائل التواصل الاجتماعي تلك المظاهرات المستمرة في أرجاء البلاد على مدى الشهور الماضية، وهتف المتظاهرون ضد النظام وطالبوا بإسقاطه واستبداله بنظام ديمقراطي يكون للشعب فيه السلطة العليا لرسم سياساته وتحديد أولوياته. كما استنكر المتظاهرون بتدخل نظام الولي الفقيه في الشؤون الداخلية للدول المنطقة. وقد احتشد عدد كبير من المواطنين والعمال المنهوبة أموالهم أمام وزارة العمل في طهران للمطالبة بحقوقهم المسلوبة، واتهموا النظام بسرقة أموالهم عن طريق المصارف والشركات الكبرى التي يمتلكها الحرس الثوري، وهتفوا بشعارات تطالب بتغيير نظام الولي الفقيه وسياسته الهدامة. وعلى صعيد الاضطرابات، ارتفعت وتيرة الاحتجاجات العمالية في عدد كبير من مدن إيران للتنديد بسياسات نظام الولي الفقيه والمطالبة بحقوقهم المشروعة وأموالهم المسلوبة. وقد عاد عدد كبير من عمال المخازن والمصانع وعمال المشاريع الحكومية بالإضافة إلى حشد من سائقي الشاحنات وسيارات الأجرة للاضطراب مرة أخرى احتجاجا على عدم دفع رواتبهم المتأخرة لأكثر من 6 أشهر وللمطالبة بحقوقهم المعيشية، مرددين هتافات تؤكد أن تنوية الدخل الإيراني أفضل من الانخراط في حروب إقليمية لا تجلب إلى المزيد من الدمار.